السلام عليكم، مرحبا أعزائي طلبة القطاع المتوسط، وهذا الدرس الجديد من دروس اللغة الإنجليزية. والموضوع اليوم هو عن الموافقة وعدم الموافقة على الآراء والأفكار والمشاعر في صفحة 29 في كتاب الطالب. نأخذ هنا حوار بين طالبين، student A و student B. I hate أكره horses، أكره الجياد، أكره الحصان. So do I، وكذلك أنا، أو أنا كذلك. I don't mind، لا أهتم. Spiders، العناكب. Neither do I، وكذلك أنا. إذن عند الموافقة ممكن نستخدم so و neither. لماذا استخدمنا so؟ I hate horses، so do I، يعني جملة مثبتة. هنا I don't، وجود don't يدل على أن الجملة منفية. Neither do I، ذاك استخدمنا neither do I. I'm afraid of، أخشى من mosquitoes، البعوض. So am I، هنا أيضا جملة مثبتة، لذلك استخدمنا so. Afraid of flies، أنا لست خائفا من الذباب. Neither am I، ما لأنه منفية لوجود not. إذن عندما تكون جملة مثبتة نستخدم so، وneither نستخدم عندما تكون منفية. so للمثبت وneither للنفي، واثنين هن للموافقة. اثنين معناها وأنا كذلك. لكن يبقى سؤال، هو لماذا هنا do، لماذا هنا استخدمنا do وهنا استخدمنا am؟ عند وجود فعل رئيسي نستخدم do. لاحظ هنا I hate استخدمنا so do I. نعدنا mind استخدمنا do. نا am، نا am موجودة فعل مساعد، فعند وجود فعل مساعد am أو is are أو are نستخدم am. ليش ما استخدمنا is مثلا؟ لأن الضمير I يأخذ am. So am I، وكذلك أنا. I am not afraid of flies، neither am I، هنا منفية، وكذلك موجود am نستخدمه. نابي عدم الموافقة، I like falcons، أحب الصقور. عندما لا توافق على الرأي، عندما لا توافق على الرأي تقول I don't، I don't، يعني تقدر تقول I don't like falcons، أو تقول فقط I don't، يعني أنا لا أحب الصقور. إذا في الموافقة agree so neither، وفي الرد ممكن أن نقول I don't. نأخذ التمرين صفحة 38 في كتاب النشاط. Choose suitable sentences to answer the speaker، استخدم جمل مناسبة للإجابة على المتكلم. طبعا الإجابة هنا موجودة تحت، الإجابة نختار منها الإجابة الملائمة. أولا number one، I love chocolates، أحب الشوكولات. So do I، استخدمنا so لأنها مثبتة، لا استخدمنا do لأنه نفير رئيسي ما عدم مساعد. Or، أو يمكن أن أقول إذا disagree، لا أوافق، أقول I don't، يعني أنا لا أحب الشوكولات. Number two، I don't like horror stories، لا أحب قصص الرعب. عندنا هنا don't منفية، إذا نستخدم neither، وعندنا like فعل رئيسي نستخدم do. Neither do I، وكذلك أنا. أو يمكن أن نقول I don't mind them، يعني لا أهتم لهم، يعني لا أحبها ولا أكرهها، حالة وسطية بين like و don't like. I don't mind يعني لا أهتم. I'm not afraid of rats، لست خائفا من الجرذان. Neither am I، وكذلك أنا. هنا أنا واضح النوت منفية، استخدمنا neither، وموجود العام استخدمنا. And my mother is afraid of dogs، أمي تخاف من الكلاب. هنا مثبت استخدمنا so، عندي هنا is استخدمت am. ليش ما استخدمت is نفسها؟ لأنه قلنا I ضمير I يأخذ am فقط، فأقول so am I. أو or ممكن أن نقول
I don't mind them. لا أهتم لهم. يعني لا أهتم للكلام. My favorite stories are comedies. قصص المفضلة هي الكوميدية. أيضا أنا راح أقول مثبتة. إذا أريد أستخدم الموافقة أقول So am I. لأنها مثبتة. لكن نوع من عدم الموافقة أو نوع من بين الموافقة وعدم الموافقة أقول I don't mind them. لا أهتم لهم. يعني لا أهتم لهذه القصص. لا أحبها ولا أكرهها.